احنا الغربه. انت كيما تمنيتها؟ انا الغربه ما نكذبش عليك خويا العزيز، انا شغل قولي واش عندي في القلب خويا. اي حاجه نحكي لك لا فيريتي، انا الغربه علمني كيف اصطاد سمكه ولا تعطيني كل يوم سمكه. هذيك هي الكلمه، كل يوم حاجه. ولا قلنا حاجه ماشي شابه ما تديهاش، مانيش نقول لك انا نغلط، انا غلطو. قلت حاجه شابه دي حاجه شابه، والكرفه قاقيسها مثالي كاع. هذيك هي شنو يقول لك بالفرنسي، يقول لك سي اون بارطاج ان بيان ماتيريال اون لو ديفيز، مي سي اون بارطاج ان بيان ايماتيريال اون لو ميتيبلي. خوتي السلام عليكم ورحمه الله، جيسبر راكم بيان نوتر بار، الحمد لله دائما وابدا. جبت لكم ضيف تاعنا ما شاء الله اخونا بدرو، بدرو دي زاد، جانا من سلوفينيا. تعرفوا بيان سور، تعرفوا خوتي اخونا تاني في التيك توك، راه يدور تاني في الانستغرام، وراه يدور تاني في اليوتيوب. مرحبا بك خويا عندنا في باري. صاحبي كي تفيق العولي، السلام عليكم. تشدوني فين؟ عندي شد لك خويا كل شيء مشكل. السلام عليكم لعبه، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. المهم اللي مع خويا حسام صافي بليزير، عندنا بزاف هذه من ديسيدينا بنتلاقاو مي ما كتبش المكتوب. راكم تعرفوا غربه هذه مين تلاقينا، قال لك غير الجبال اللي ما يتلاقاوش. ودروك خونا هذا غادي يحكي لنا حكايته اخوتي العزيز، واش صرا لا اون بليس في الحبس تو، تعرفوا كل شيء ليستوار تاعنا ليستوار تاعه، وغادي يقول لكم كيفاش طلع وعلاش طلع، تعرفوا كل شيء اخوتي في هذا الفيديو. مالا ما تنسوناش جيم كومونتير، هو تستمي الحياه اليوتيوب تاعها راك تشوفوا في لا ديسكريبسيون في صندوق الوصف، والانستغرام تاعها فو با اوبليي. مالا دروك نبداو بسم الله بركه الله، صلوا على النبي ما تنسوش، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم حاجه باينه. انتم ثاني خوتي صلوا على النبي، اجركم واجرنا عند الله. دروك خويا العزيز نبداو بسم الله، الناس كاع يحوسوا عليها، الناس يقرعوا فيها، وهذا تا ثاني وغادي يزيدوا نحفروا عليها ثاني. رانا صايمين. ايوا الله لك صاحبي. خويا العزيز قلنا ربي يحفظك زاد يا اخي، ربي يحفظك. حكي لنا ماذا بك خويا العزيز الحبس، كيف فوتها تماك العزيز؟ شوف شوف شوف، دوك انايا شغل النقطه السوداء تاعي اللي ما حكيتش عليها كامل في المواقع التواصل الاجتماعي تاعي كامل، ما بغيتش نهضر عليها كامل. عارفوا باش نقول لهم خوتي، باش نقول لكم هذا خونا هذا عاون حراقه باش يوصلهم يتوسا، زعما كاين في المعاونه داوها غلط كيما نقولوا، تلقى روح في الحبس. على كل حال مكاتب الله عز وجل، شغل انا ما نلوم حتى انسان، لا بغيت هذوك الناس اللي كانوا معايا ولا بزاف ناس، شغل ماشي هما الاولى اللي عاونوهم، ماشي هما التوالى اللي راح نعاونوهم، مي راح تتبدل العقليه شويه باش ما نقدرش ندير شنو كنت ندير من قبل. باش على الاحباب دوك باه انت تكون انسان عادي، تبرع مفوت عام تاع حبس عام انوا ماشي حاجه نورمال. شغل الحاجه اللي جامي في حياتي كنت نستنى فيها هي الحبس. يا خويا خدمت العربي، خدمت الزواق، خدمت كلش، بصح تاع الحبس جامي جامي. هي زعما كيقول لك باللي العدو تاعك وما تمنالش الحبس، المرض والحبس. زيد نقول لك خويا هشام شغل دونك فاهم كيفاه، شغل الحبس شغل حاجه للانسان اللي ما يكونش متصور انه يكون في الحبس ومبات سيبروك في الحبس. انا خرجت، انا ديجا عندي بالك قريب 6 اشهر ملي خرجت، بصح مازال مانيش ايماجيني بلي كنت في الحبس. شو راني نقول كيف انا دخلت الحبس، علاه دخلت الحبس، كيف دخلت الحبس. المهم بزاف ناس سقساوني وما قدرتش ندير لكم على الفيديو لانه لحد الان مازالوا لي سوشيال ميديا تاعي شويه متابعينهم ومترجمينهم، ومازلت راني في الشروعات بالك على بالك هشام، ناس على بالهم. شتاي نقولها دروك ما هضرتش عليها كامل، ما انا عندي في لي ريزو سوسيو تاعي ما هضرتش عليها، راح نهضر على عند خويا حسام كيف صرات وليه واش عارف فوت وخرجت وراني دروك. على كل حال راني مازال توجور في لاسلوفيني راكم شفتوا. الحاجه اللي دخلت عليها جا الحبس كما قال لكم، على جا الناس شغل بدون وثائق كما كنت انا، شغل نورمال حراق، جاوا على الطرق جاوا على كذا، شغل دوك انت يا مادام فتح على الطريق تاع الطرق، مادام طالع حراق تعرف شي هي الحرقه، وتعرف باللي الناس يحسوا كيفاه وكيفاه. جورجي تاعهم كي داير حاجه باينه ماشي حاجه سهله، سورتو كي عيطوا لك على جال فاميليا شو العائله. دوك دوك تاع عائله، وانت راك في بوداباس مثال، خاطر انا نحبس في هنغاريا في بوداباس، راح نجيب باسبور تاعي، خدمت باسبور خاطر طيحته كي درت التور دوروب، طيحته في الالمان. المهم رتنا خدمو عيطوا لي على جماعه، قال لك اودي كالا كالا منا وصلنا. ايه لا كاين ناس راه جيبهم عائله مساكين كتام، باينه بيناتنا باش دوك الناس اللي يقول لك منا باينه بلي قال لك اودي روح ليسونس تاعك ما تخممش عليا وتهلا فيهم ومنا. سمع هذه الدنيا شغل الناس بزاف يبداو يهضروا من مورا لي كومونتير خاطرش نعرفهم كيف يديروا. المهم كيما كان الحال جبتهم عادي، امراه وراجل وزوج دراري صغار، هي تمشى في الطريق على امان الله نورمال. كونترول عادي شيء زير لا كانوا نورمال زير عطينا الكو ار تاك، قلت له انا ما نقدرش نهضر اللغه الانجليزيه برك، انا غير اللغه الانجليزيه ولا اللغه العربيه. قال لي اوكي اعطيني وراقي، قلت له وراقي طونوبيل منا قال لي وراقي تاع هذوك. قلت لهم على بالي سقسيهم هما يقولوا لك شغل لك فاهم اي شغل في الهنغاري اللي بزاف ما يعرفوهاش دوله طرطق سيزم
متالي كاع تصريحات رسميه ولاد حرام صاحبي. شوف ما يبغوش الاسلام ما يبغوش العرب، معامله تاعهم شغل تنخلع. خاطرش انا فوت فيها عام في الحبس تاعها نعرفها كيف دايره الحبس تاعها شي يهضروا عليها. بلا كيما نقولوا تاكل بيت عاونهم هذيك هي واه قبضوك في الطريق حبسوك منا هادو. وش قالوا هما؟ ش قالوا هما؟ ما عندهم ما يقولوا ذوك حراقه كيما انا كيما هو. ش بيقول هو؟ قال لي انا جيت حبسنا له درنا له ستوب رفدنا. بصح ما تكزيستيش هذه صاحبي، هذه مش راح تفيدك بوالو. لاخاطرش علاه هما يرفدوهم يرجعوهم للسرب وانت يا القضيه تاعك تبدا. الله 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 هذه هي. وعام خويا عام عام حبس وفي دوله شغل مش تاعك وما يبغوش الاسلام والعرب متالي كاع. سمع نقول لكم حاجه اخوتي، نقول لكم حاجه، حتى واحد ينجو هنا في الغربه من بارتو بارتو، واحد ما خصش يحسب روحه، واحد ما خصش يتكبر على واحد على اي على اي واحد. بصك بخونا هذا بكو عطى بصوالحه لقى روحه في الحبس. مالا كيفاش انت يا خويا العزيز تكبر على الناس تهضر من نبل انت عندك قواعد بلي انت بلي انت بلي انت يا عبد ضعيف انت راك ضعيف. انا ضعيف هو كاع انا ضعفاء. مالا واحد خويا ما يزيدش على روحه ما يجي دروعه كيما درك راك غايو غدو غدو من انت غيتمرض غدو من ديك عندك بعيد الشرك وعندك سرطان يكون عندك. مالا واحد ما خصش تكبر. هذه غير ميساج نقولها لكم. الحبس ما تمناش تاع العدو تاعك ما تمنالهش. الحبس راهي عذاب اخويا عام اون بليز راه يقول لك بلي فيها اخوتي يكرهوا العرب ويكرهوا اون بليز يكرهوا الاسلام. بزاف صوالح في الحبس داخل في ذا العام. عطينا كاش عطينا اش صرا قول لنا ماذا بك. شوف من بين الامثله العام اللي فات هذا الوقت هذا الوقت في رمضان داروني في سيلونه وحدي. في رمضان حاشاك في رمضان فوت 15 يوم الزوجه تاع رمضان وحدي. شوف كيف دايره شوف مبرا منه حاشاك طوالت من غاد كينيا ما تقدرش ما تقدرش لا تريح فوقها لا تريح تحتها ما كاينش كيفا. المهم كاينه سباله تاع ما تاقه صغيره دايره كيما هكا هي البعال البعال يكره حياته والله العلي العظيم. كان يجي ولد البعال نعطيهم الماكله افهم نعطيهم الماكله كيما هكا اي نحسدو خاطرش يجي ياكل الماكله ويروح يطير عزه زوج اي علاه صرات هكا شغل واد الجزائر هكا جزائري وزيد مشلف قاعد دروك صرات مشكله خالوطه منا من ذوك الناس اللي يديروا المشاكل وكاع دار مشاكل رفدوني في جرته طب منا منا. المهم لا علينا بصح الحاجه اللي بزاف شابه هي انه الحبس تاعي كان خير ليا بالبزاف. اه ما تأمنش على الخير ليا. عسى ان تكونوا شيئا هو خير لكم عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. نقول لكم من بين الصوالح اللي زعما مليحه ما نكذبش عليكم انا كيما انت كيما كامل الناس كانت عندي شغل نقرا القران كيما نقولوا خطره في العام في رمضان كيما رانا في رمضان دروك. اما لا في عمري دروك كي دخلت الحبس كانت في عمري 28 سنه. يسمى لازت من النهار الاول وانا نقرا في القران كل عام ختمه شحال عندي من ختمه؟ عندي 28 ختمه. اما لا في رمضان في رمضان في ذاك العام في الحبس 15 ختمه في شهر واحد. يسمى بما يعادل 15 سنه من حياتك العاديه. يسمى هذو من بين الامور الملاح. زدت حفظت قران الحمد لله يا ربي زدت يسمى استفدت من وقتي حفظت احاديث احاديث نبويه صحيحه قريت يسمى استفدت بزاف من الوقت تاعي والحمد لله. ميديتاسيون بليز قعدت مع روحك. شوف كاين الناس اللي يقول لك الحبس يقري اوكي ارجون بصح يقري ماشي يقريني انا ما قرانيش انا رجعت نزيد ثابرت وزدت استرجعت صوالح اللي ناسيهم بصح في حاجه واحده برك اللي هي الدين تاع كام شغل احنا نتهاونوا بزاف يا سيور كاع 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 الناس بالك انتم كنتوا تشوفوا فيا نقول لك شحال من ختمه ختمتها قول لي شحال من ختمه باينه ختمه واحده في رمضان بعد تقول لي زعما نختم اكثر وكاع شغل مش حاجه سهله ربي يهدينا ان شاء الله. اما لا في عام في الحبس ملي دخلت للحبس اللي خرجت 40 ختمه 40 ختمه بما يعادل 40 سنه من حياتي. سبحان الله قال لك هذا الامل كما نقولوا تفاؤل صافي بليزير ولا ليسبوار ليسبوار في فيفغ صافي ان كرون بليزير خويا العزيز. وقلنا ماذا بك خويا قلنا ماذا بك دروك الحبس مين كملتها تو سا لو بروجي تاعك حبسوا قلعوا صرا شو صح دركت شويه على على السوشيال ميديا كامل راني شويه كامل خاطر دعونا بالخير كاين هاد الامارات راهم يمشوا في الخفاء وراهم يسويفوا فينا وكذا وكذا خلوها لربي على كل الحمد لله بدعوة تاعكم خاوتنا والوالدين حاجه بين الوالده ثم راهي تمشي بصح كاين جديد كاين هذه واعره اخوتي كاين في بزاف صوالح وفي ميادين جدد ان شاء الله بربي غادي يخلطوها ان شاء الله غير درجه بدرجه درجه بدرجه ان شاء الله يا ربي. وقال لك هذه يا خويا دخل الحبس راه مجادي سبحان الله اي بصح حسام هذه تدخل الحبس راهي مشوكيتني على بالك ما نبغيهاش دوك البارح كنت هنا في باربز عندك وافر ما تقول لي خويا الحمد لله خرجت من الحبس شغل الناس هكا بدات تخزرك شغل ما عندي مانيش مافيا مانيش مافيا انا انسان زواهلي يا كلام يا بايلي باش بالا يا خويا بالا باش وجه باش سملاح والله لا سملاح اسمع كلمه الحبس شغل
نشوف هذوك اللي كانوا يسرقوا ويديروا الحمد لله اللي حاجة زعما الحبس ما يشربش بصح انا ما شغل ما نخجلش بالحبس تاعي الا خاطرش ما صابوني نسرق ما صابوني داير حاجة ماشي مختصب ما صابوني نبيع لا دروغ ما صابوني ندير في حاجة شاب ماشي شابة الله غالب قدوا على باش يعاون الناس هذه هي الصح هذا هو كل شيء زعما وتبان لك خويا العزيز البلاصة اللي راك عايش فيها وين لا سلوفيني لا سلوفيني وا سلوفينيا بزاف شابة اوروبا شتاهي لا الحراك شوية صعيبة خاطر تعالى الحراك ما يبغيش يجي ويسيب بلاصه ما يخدمش فيها البلاك ناقص فيها راك فاهم ناقص بزاف تما ناقص خاطرش ما فيهاش العرب بوكاع مش كيما لهنا في فرنسا كي تجي تخدم طاليان تخدم اسبانيا تخدم خاطرش كاين العرب وما يخافوش من الدوله تاعهم صح انا لا لا انت كنت طلعت تما كنت حرق حاجه باينه طلعت على الطرق انا شكون ما يعرفهاش هذه كنت في سلوفينيا قاعد في سلوفينيا عجبتني كتب لي ربي ريحت فيها سلوفينيا قاعد ما تجيش في راسك كتبش عليك خويا لا والله ما تجيش قاعد في راسك ما كانوش يعرفوها بلي فيديو تاعي بداو يعرفوا سلوفيني هايا وتنصحهم بها خوتنا شوف سلوفينيا دوله بزاف شابه اشتهي النصيحة ما كاش حاجة نصيحة وين تري على خاطرش الدولة اللي عطيتني قادر تعطي لك واللي عطيتني قادر ما تعطي لكش انا اللي ننصح بها ناس خطيك من المشاكل برك وقادر تعيش وين جات ماشي صرت فرنسا ماشي صرت الالمان ماشي صرت الانجليز قادر تعيش وين جات كونك انسان جونتي وتكل على ربي هذا مكان دعوا الوالدين بالك ليش والله عند الصح خوتي العزيز والله عند الصح ما تكون ناس ملاعة تكون لك وقول العزيز تخاف ربي تعرف كيفاش تتبوجي تعرف كيفاش تمشى اوتوماتيكمون ما غاديش تخالط الناس ما غاديش تخون الناس ما غاديش تدخل في المشاكل تكون المشاكل هما يهرسوا لك كاع الخربة تاعك تقلعوك في الحباسات تلقاك صاي كوعطاك مخمصاي مسخين ما قابدينك على جلا خاون الناس من نايا صاي وراهم كوعاتك ديرهم وراهم كوعات نعرف بزاف لي مينيا مساكين انايا بزاف امهات جاو عندي في الميسنجر يقول لي ولدي دخل الحبس دخل الحبس ما تقبلش يدخل عبد عندك ما دير صاي خويا لازم غادي يدير لك كوعات حسام غير البارح ديجا غير البارح مرات عيط لي سلام بدرو لا هذه من بين لي ميساج هذه نهضر غير على البارح اللي يديرها في الالمان ودير مشكل وطاح وما وش عيط لي وني باغي نسمع عليه وراني باغي ندير عليه شغل هذه ماشي نورمال ومشي واحده ماشي زوج يعيطوا لنا خاصه الوالدين فاهم شغل كي تعيط لك امراه ولا اخت ولا فاهم ماشي حاجه سهله اي والحرقه خاوتي انا ضد الحرقه متاريقة بيان سور انا نقولها لهم سبتو البوطي انا نكرهه في الدم انا جي حراق جي حراق على الترك بالك لو كان تقول لي كذا منا مسش عليها وين واللي جاي طريق الترك بالك نقول لك راح تمشي على الارض بالك مليحه شويه بصح تقول لي البحر انا ضدها متاليكا ضدها خويا العزيز في البداية تاعك تاع الغربه كي بانت لك انا الغربه انت كيما تمنيتها انا الغربه ما نكذبش عليك خويا العزيز انا شغل قول لي واش عندي في القلب خويا اي حاجه نحكي لك لا فيريتي انا الغربه هذه مش راح نطول فيها ما نكذبش عليك ما القلب خاوتي وتشوفوها قريبا ان شاء الله علاش مش تهم تساعدنيش انايا شغل الشخصيه تاعي يا بيرسوناليتي تاعي كيف ندير انا لا الحاجه اللي تهمني دروك هي العائله تاعي نهضروا العائله تاعي مشات تاع البلاد برك نهضروا على حياتي جديده فاهمني ولادي من القدام وكاع ديجا بالك كنا نهضروا عليها في لافي بريفي دروك فاهم شغل ما تساعدنيش مش حاجه سهله والله اعلم مكاتيب شغل هذه من بين شغل لي بروجي اللي عندي بالك نطلع نهبط ما انت باغي تخلي لوروب تخلي الغربه وتهود البلاد نهود البلاد يعني. كل واحد خيار تاعه ما تجوش عندي في لي كومونت تقولوا لي انت يا نيجاتيف مش هاي الصوالح تاعكم هذو نيجاتيف الحباب ماشي نيجاتيف نحكي لكم في كيفاه انا طلعت انا كنت باغي نخدم ورق كتب لي ربي خدمت الورق دروك شاني باغي ندير مانيش باغي نقعد في الاوروب شغل ها انت فاني كي تبغي تجي تقعد هنا روح مرحبا بك اي طلعت هو فهمتك واه عندك واحد هو تاع ديزون هكا ولا تاع الدائمه يطلع كيما يبغي ويهوت كيما يبغي هذيك هي درر في راسك يا شوار تعيش واعر شغل هذه هي ولادك يطلعوا بها انت ومن بعد ولادك كي شغل لي لا بازك فاهم شلف دينك تاع الجزائر بغيت تطلع صاحبي نورمال با ما يخليش دينه خوه وليده ما خلاش دينه هو ما يخليش دينه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ابي بصح باش نقولوا ثاني سيدنا نوح عليه السلام عليه الصلاه والسلام شو صار له هو ثاني ولده ولده ونبي ولده قاع حكا وخرج لها اي مكاتب بربي مكاتب الله الصالح هذو حاجه باينه بصح كيما نقولوا احنا الواحد على الاقل على الاقل شغل يدير احتياطاته احتياطه سير شويه دوك انت دوك انت يا بالميز باش تعرف لي هذه سؤال حسام دوك انت يا نهار اللي جيت الغربه فاهمني قبل ما تزوج لو كان صت واحده جنكيه تزوج بها بالون على ما تزوج بها باينه اونك او تزوج بها يا سيدي تزوجت مش عارف علاه بصح تزوجت باش كاين الزوجو بجوانكا تجيب معها دراري ما تمسخرش سما لا جبت معها دراري شغل انت راك دير مشكله لروحك مشكله روحك بروحك تجيب واحده انت يوم شغل لا علاقه بالدين وكاع ولونطوراج تاعك بزاف صعيب فان مش حاجه سهله
ماناش نقولوا يا ودي 100% ماكش راح تقدر كيما نقولوا تحمي ولادك ولا تربي ولادك ولا بصح قادر. هذه الغربه كاع ماشي سهله اخوتي والله ماشي سهله كاع الدنيا كاع بروحها ماشي سهله آه الدنيا كاع بروحها كاع ماشي سهله بصح واحد يقلق كاع يكون عنده الامل يتفائل بالخير يلقى الخير. ومرحبا بكم الخير مازال كاين في الاوروب يكذب عليك كذب يقول لكم كاش الخير كاين الخير في الاوروب ومازال الناس تخدم اوراقها ومازال كاين تقدر دير اشتاها يا خويا الحلال برك هي زعما دير هي صافي سيري سيرتان هي دمك دير بصح ديفيرونس كبيره بين لي زاني 80 ولي زاني خويا العزيز 2023 اي تو سا اي تو سا سي كون ديفيرونس سي خويا يا بيان سور دير بصح كون ديفيرونس تاع بكري وتاع دروك هذه باينه تقدر دير واه كاين الخير كاين يطول بصح تدي نورمال حسام راك تشوف خويا تلقى بزاف ناس كاين ناس دايرين حلال ويخدموا بصح شوف حاجه خويا نشوف حاجه تاع الصح حبه تفاحه ديك السماعة على زوج تاع بنات ولا ديك السماعة على 15 ولا 20 واحد الخير ينقص حاجه باينه هذه الدنيا كيما كاين الغربه ولا الدنيا راهي كاع كيما حاجه باينه دروك الناس راهم يزيدوا باينه الحركه راهم يزيدوا الناس كاع يطلعوا هنا الغربه خاطر الخبزه تنقص بصح دوك لازم انت شدير لازم لك دائما لي بروغرام جدد دوك ما تبقاش بالمونطاليتي تاع التسعينات ودك داخل بها للبلاد عقليه تاع البلاد وجايبه دوك كاين لي ريزو سوسيو كاين لي فيديو تاعنا كاين الصالحات كاين لي زعفار دروك كاين ربي شعرك النبي صلى الله عليه وسلم ربى شعره كيما حسامي باش منها كام كاين التحسين هذيك تاع النازي وقاعد كملت مع هتلر عقليه ديفلوبمون الانترنت قال لك ريزو سوسيو قرايه ثقافه سبور فاهم الناس يطلع من البلاد خويا مش تحرق لا ما تمسخرش العقليه اخوتي العقليه الثقافه هي كل شيء ولا الثقافه هي كل شيء والقرايه والدين والعلم نقول لكم غير الحاجه اخوتي انا ماشي ندخل لكم امام ولا حاجه ولا منا خطينا تصوالح نقول لكم صح نقولوا حنا ماذا بينا ندوب الوسيط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مي كان خويا العزيز داير عليه كفار داير عليه الكفار داير الايه الاولى طاحت عليه شوالا اقرا باسم ربك الذي خلق كان داير عليه الكفار وكان غير هو وطاح الوحي اقرا باسم ربك الذي خلق القرايه اخوتي العلم والثقافه هي الاولى كاع من ثقافة روحك تعلم روحك وتوصل في راد ديفلوبي غادي اوتوماتيكمون غادي حياتك غادي تسهلها لك في حياتك كلشي غادي يسهل لك كلشي نوصيهم اي اللغه الانجليزيه خطيكم الفرنسي وكاع مثالي كاع حسام الكلاشي خطيكم الفرنسي مثالي كاع لا زعما راني معاك نيشان الانجليزيه الانجليزيه في فرنسا دير بها لافير نيشان لونجلي هي بزاف هي ومن بعد كي تجي ولا انت يا دي سيدي انا ماذا بيا انا في خاطري نتعلم لونجلي كدبش عليكم انت دي سيدي وجيت قعدت هنا كتب لك ربي قعدت هنا لازم تعلم الفرنسي ما قلنا ما نبغيهاش انا بصح لازم تعلمها الخط تاعك عاد تعيش هنا راك فاهم بصح الا راك باغي بحال لغه شابه لغه حيه كيما يقولوا ديريكت ماشي ميته فواياجي دور غايه يا خويا اللونجليه ما شاء الله ما نكذبوش ان شاء الله بي عجبتكم هذه لا فيديو درنا غايه هضرنا غايه حاجه باينه ولا نسينا كاش حاجه ما نقدرش ندير في فيديو واحد قولوها لنا في لي كومونتير واش جديد نقول لهم لا خليهم بعد خلي لا جديد لا خلي غير بشويه عطيك غير بشويه باش ما تخلعوش باش ندخلوا كون عطاكم ديرو تاع شي ضرب ديال لوطو ولا شي لا بزاف شابين ان شاء الله نقول لكم صحه رمضانكم صحه فطوركم تلقاو في الخير ان شاء الله امين واستناونا مازال كاين صوالح ودخرين ومازال كاين حياه جديده ونعاونكم باللي نقدروا عليها ان شاء الله هذه لا من لي زانفورماسيون صوالح اش قال لك علمني كيف نصيد وما تعلمنيش ما تعطينيش حوته علمني كيف اصطاد سمكه ولا تعطيني كل يوم سمكه هذيك هي الكلمه اليوم حاجه شابه استفاد منها ولا قلنا حاجه ماشي شابه ما تديهاش مانيش نقول لك انا نغلط كاع نغلطوا قلت حاجه شابه دي حاجه شابه والكرفه كاع قيسها مثالي كاع هذيك هي اش يقول لك بالفرنسي يقول لك سي اون بارطاج ان بيان ماتيريال اون لو ديفيز مي سي اون بارطاج ان بيان ايماتيريال اون لو ميتيبلي ماكري ما فهمتوش بصح راني معاك غادي لكم يا خويتي سو تيتراج ايوا نبدا نخليكم الجمله التاليه الجمله الاخيره هي باللي الدنيا ساعه تفرحك وساعه تبكيك وكلمه الحمد لله واحد تزهيك وبارك الله فيكم كثرونا شويه الجام كومونتير من زعطوها لنا شويه باسكو جديد اللي راه جايكم ايوا جديد اللي راه جايكم ربي يعلم به هذه هي كل شيء والسلام عليكم سلام.